مع المشتركة نور إبراهيمي من الجزائر عن فئة السفر والمغامرة، ومنشوف سوا لوين رح تخدنا معها بالفيديو يلي صورته تحت عنوان التحدي الحر. مرحبا، السفر بالنسبة لي هو نبض الحياة. أكثر حاجة زادها لي السفر هي تقبل الآخر رغم الاختلافات. عم نشوف هلا علاماتك على 75 لجنة الحكم 57. راضي عن النتيجة؟ ايه راضي.